مع السلامة. بابا ايه يا حسام؟ هنزل بس مع حضرتك. ليه يا ابني؟ اقعد بس مع مراتك واخواتك، تعالي جديد. معلش اصل عندي ريس ما بيرحمش، ساب لي حمي ولازم اقعد. تعال اركب هنا. حسام ايوه يا بابا. اصحى يا حبيبي قربنا. هو انا نايم؟ انا مش نايم يا بابا. طيب اصحى اكتر يا حبيبي. انا هنزلك في اخر شارع الهرم عشان اطلع الصعيد. امتى؟ والحراسه كانت فين؟ وفين وزير الداخليه؟ وزير الصحه هيطلع حالا عن المستشفى. عايزه معاك لحظه بلحظه. لحظه بلحظه، مفهوم؟ الو؟ ايوه يا ريس. هو سيادتك عرفت؟ احنا اتحركنا والله يا ريس. حاضر. حاضر يا ريس. أمر سعادتك. أيوة يا فندم، أمر حالا يا فندم. مع ألف سلامة. يا ماما كفايه تشويق بقى، نفسي انقطع. صدق انا محتاجه اقول لك اسامي المصطلح اللي انت عامله لي. انت ما سافرتش مع بابي وصابر وريحتني ليه؟ وانا بكون اسافر وانا مش فاهم حاجه. وبعدين انت فرصتك عشان اسافر بيك يا جميل وقرارك. ولد بلاش كهرباء يا ماما. منهج لمين؟ عيبها ايه؟ ولا حاجه، كويسه جدا لكن ما تفعلكش زوخه. ليه بس يا ماما؟ ما
دي بنت كويسه ومؤدبه جدا والله جدا. اسمع بقى، انا اسف اتفضلي. بابا مين؟ طرد يا ريت. سيد عزازي اكبر مطرب شعبي في البلد. طب انا مش هرد عليك، قول لي انت نجم مرات اخوك بابا مين؟ بلاش يا سيدي، انت عارف بابا بيحضر لك مين عشان تزوج ليك؟ اكيد يا بنت وزير زميله، هو رجل عمل كبير. انا هتبقى الفجأة نشوف تخطر على بالك يا ماما. اي مكانة العروسة اللي هو محضرها لي او ابوها، انا بحب البنت وعايزها. وبعدين ابوها برضه يوضع في المجتمع. بقول لك ايه، ما عرفنيش مش عشان ابوها عمل الشرم اللي تحت اللي احنا فيه عشان الفيلا اللي جنبنا تبقى خلاص الحكاية خلصت. اقفل الكلام في الموضوع ده خالص. حصلني يا ماما. كده يا رضوى انك مش بتحبي؟ وبعدين معاكي يا نشوى، مش معقول الجمال اللي في اللوح، اكيد في شحنه عاطفيه ورا. يا بنتي هو انا جايبه حاجه من عندي؟ انا اللي برسمه ده يا نشوى تقليد خايب قدام قدره ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طب ريحيني، مفيش حد كده ولا كده بينغبش في قلبك؟ واللي هينغبش ده هيجي منين ان شاء الله؟ عايزه تفهميني ان كليتكم الطويله العريضه مفيهاش ولا واحد عاجبك؟ مش اذا كنت انا ببص اصلا. اي بس اكيد هما بيشوفوك يعني. شوفي يا نشوى، احنا الشباب عندنا في الكليه نوعين، نوع مهتم بالتقليع والموضه، وده احنا بنسميه الشباب الهيبس. النوع التاني بقى النوع السياسي، وده مهتم باتفاقيه السلام والانفتاح وتنظيم المظاهرات وطبعا المنشورات، ودول اكتر ناس بتضايقني ومش سايبيني في حالي لمجرد اني بنت الوزير سعد الدين. يا حرام، ده انت غلبانه. يا انا صعبت عليكي قوي 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 قوي. طب ما تروحي تعملي لنا اتنين ليمون من الجامدين بتوعك. من عينيا الاتنين. معرفش صاحبك سعد ده اللي حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ رد على التليفون ده. حاضر. استني يا دادا، ده اكيد سعد. حاضر. الو سعد صفوت؟ ايوه صفوت. Thank you.
احنا لسه ما عندناش اي تفاصيل، بس انا باكد لكم ان الموضوع ده مش هيعدي من غير حساب. المهم سعد وحسام يخرجوا بالسلام ان شاء الله. عن اذنك. سيداتي وسادتي، جاءنا ما يلي. أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن السيد الوزير سعد عويض الدالي ومرافقيه قد تعرضوا لمحاولة اغتيال آثمة. اللي بيحصل ده بذلوا جهودا مضنية لإنقاذ الجرحى والمصابين في الحادث. هذا شفت اللي بيحصل يا جدي؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. أصدر أوامره للجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع التشديد على سرعة ضبط البناء لكشف غموض الحادث. هذا عن الحادث. سيداتي وسادتي، وسوف نوافيكم. تليفونات ما تجمعش، تليفونات بقى زي الزفت. انا لازم اروح دلوقتي حالا. جدي انا هنزل اروح نجي السوق دلوقتي حالا. ها؟ اشوف الشركه في المصنع اي حاجه، لازم افهم اللي بيحصل. ايه رايك يا جدي؟ رايي ان الجيل ده رائع. انا هخلي لبنى تعمل لي منه كميات كبيره. ماس برودكشن. انت رايح فين؟ جدي أرجوك أرجوك، أنا مش ناقص غفار. لبنى لو سمحت تعالي لي، عايزك ضروري. شكرا. عزيزك يا فوز، بعد إذن معاليك يا باشا. اتفضل. تعالى. بعد إذنك بعد إذن حضرتك لحظة نفسي. ده لازم. بعد إذن معاليك. اتفضل. أنت إيه اللي بتقوله ده؟ أنت وابنك؟ أنتوا اتخبلتوا ولا اتجننتوا؟ اتجننا علشان عايزين نحافظ على مصالح العيلة. ما تتكلم يا رفقي. وانتوا بتتكلموا في نقطة ماليش دخل بيها، وعيلة مع بعض. ايوه بس حضرتك صديق عمر عم سعد، رأيك مهم برضه. وعايز رأيي. رأيي نهتم بالناس اللي بين الحياة والموت الأول وبعدين نتكلم في أي حاجة. معذور. ما هو ما شافهمش كان حالتهم عاملة إزاي ساعة لما دخل المستشفى. ما كانش فيهم حتة سليمة. صفط، خلى عندك دم. واحنا بنتكلم في محل بقالة صغير ولا ورشة نجارة صاحبها تعبان في المستشفى، احنا بنتكلم على مجموعة اقتصادية كبيرة ليها فروع في جميع انحاء العالم، واكبر اتنين فيها بين الحياة والموت. بيحصل ايه لو لا قدر الله الاتنين دول حصل لهم حاجة؟ هتضيع المجموعة. اسمع يا ابني، احنا مش عايزين نعمل زيهم ونجري ورا العاطفة الهايفة دي. احنا لازم نفكر ازاي نرسل المركب دي على بر قبل ما تغرق بينا كلنا. تعال معايا. بعد إذن معاليك. في إيه يا شيخ رشا؟
اليوم من 2:30. ما هو سعد باشا لسه ما وصلش يا شيخ رجب. ما وقفت الصلاه ليس لها علاقه بالبشوات والبهات يا عمدي. ولو اخذنا الصلاه حتى يجي سعد باشا فان رجال الصحابه الموجودين لن يتركوا هذا الامر، فقد تصبح فضيحه. اعزل انا عن الامامه وانت عن العميه. وعلي يا شيخ رجب جيب الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبكر، ولا ذكر الله اكبر. الله يفتح عليك شيخ رجب. اللي يفوت اللح عليه بالمرق، وهو سياده المحافظ البركه فيه يفتح الجامع ان شاء الله وربنا يبارك لنا فيه.